من المؤكد أنكم سمعتم بقصة الديناصور مانسوراسورس الذي اكتشف مؤخرا من طرف فريق من الباحثات والباحثين من جامعتي أسيوط والمنصورة في مصر. لماذا اعتبر هذا الاكتشاف بالأهم في مجال الحفريات الفقرية في المنطقة العربية وإفريقيا منذ زمن بعيد؟ هذا ما تجيبني عنه سناء السيد، وهي نائب مدير مركز الحفريات الفقرية في جامعة المنصورة، وتنضم إلي عبر الإنترنت الآن. أهلا بك سناء، وأشير إلى أنك أيضا عضو في فريق الاكتشاف. أولا أهنئك بهذا الإنجاز وأهنئ الفريق أيضا. شكرا جزيلا لحضرتك. ما هي أهمية هذا الاكتشاف؟ والله أهمية الاكتشاف له جوانب كتيرة ممكن نتكلم عليها. لو هنتكلم أولا على الجانب العلمي، فإحنا كان عندنا في أفريقيا فترة من 80 ل 65 مليون سنة، اللي هي الفترة الأخيرة قبل انقراض الديناصورات، ما كانش فيه أي حفريات تسجيل لحفريات الديناصورات من الفترة دي نهائي في أفريقيا، بعكس بقية القارات زي أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والهند ومدغشقر. حفريات الديناصورات من الفترة دي معروفة جدا ومسجلة. فأفريقيا في الفترة دي كانت تعتبر عليها غمامة سودة، ومحدش يعرف حاجة عن الديناصورات في الفترة دي أو هي شكلها عامل إزاي. فباكتشاف المنصورة سورس ده يعتبر أول هيكل لديناصور شبه كامل يتم استخراجه في الفترة الزمنية دي، لأن وجود المنصورة سورس في الفترة دي بيديني ضوء على شكل الديناصورات اللي كانت عايشة في الفترة دي عاملة إزاي. وكمان في خلال المقارنة بتاعت المنصورة سورس مع بقية حفريات الديناصورات في الفترة دي من جميع القارات، لقينا ان الديناصورات اللي هي شبهه جدا في الصفات التشريحيه وبعض الصفات الاخرى هم اقرب حاجه له موجودين في قاره افريقيا، في قاره اوروبا اسفه. لو هنرجع بالزمن لفتره الطباشير المتاخر او حوالي 70 مليون سنه، هنلاقي ان القارات ما كانتش موجوده بشكلها الحالي اللي احنا عارفينه، ان هي منفصله عن بعضها بالشكل ده، لا ده هم كانوا متقاربين جدا من بعض وفي مرحله الانفصال لسه. طريقة انفصال القارات عن بعض دي ليها نظريات كتيرة جدا، وكل نظرية ليها مجموعة من الدلائل اللي بتأيدها، بس كان في نظرية بتقول ان قارة افريقيا وقارة اوروبا في الوقت ده كانوا متصلين مع بعض بجسر بري، بس النظرية دي كانت مجرد فرضية ملهاش دليل. فلما نلاقي ان المنصورة سورس اكتر ديناصورات شبه موجودة عندي في افريقيا في اوروبا، ده معناه ان الديناصورات ما بين افريقيا واوروبا كانت قادره على التنقل ما بين القارتين. طب في ناس تقول طب ممكن الديناصور مثلا كان بيطير. لا، هو ما فيش حاجه اسمها ديناصور بيطير، وما فيش حاجه اسمها ديناصور بيعيش في الميه، فما عندوش وسيله للتنقل غير ان هو يستخدم رجليه، فمش هينفع يكون في الا وجود جسر بري ما بين اوروبا وافريقيا في الفتره دي تتنقل من خلالها الديناصورات. ده اول دليل مادي بيقدمه على النظريه دي. نعم. طيب سناء، أنت كعضو في هذا الفريق الذي عمل على هذه الحفريات، ماذا كان دورك؟ أنا في الفترة دي كنت لسه طالبة ماجستير جديدة مع دكتور هشام سلام، وكنا بنروح رحلات من ضمن التريننج بتاعنا ان احنا نتعلم ازاي نستخرج الحفريات الفقرية في الجبل. فرحنا معاه، هي الحكاية ابتدت ان هو كان عنده محاضرة في جامعة الوادي الجديد، بيدي محاضرة للطلبة هناك عن علم الحفريات، وخدنا معاه بحيث ان احنا نشتغل شوية على مكاشف الطباشير العلوي ويورينا اماكن الصخور دي. فلما لقينا الاكتشاف اول مره، احنا عارفين ان احنا شغالين في الوحدات الداخله والخارجه من 2008 علشان ندور اصلا على المنصوره سورس. الهدف بتاع البروجكت الكبير ان احنا نلاقي سكيلتونز الديناصورز من الفتره دي نقدمها للعلم ونجاوب على السؤال اللي انا شرحته لحضرتك الاهميه العلميه بتاعته. في اخر يوم في الرحله قبل ساعات من ان احنا ننهي الرحله ونروح، احنا شفناه على الارض موجود زميلتنا ساره صابر من اسيوط، هي اللي اكتشفته في الاول، وشفناه وعرفنا ان هو ده اللي احنا بندور عليه. رجعنا المنصورة تاني ان احنا نقعد نخطط ونعمل بقى التأثير بتاع كل واحد فينا هيبقى ايه، ورجعنا تاني في مارس 2014. لو هتكلم على دور انا في الاكتشاف بالظبط، فاحنا بنتكلم احنا تيم وورك، كلنا بنشتغل كل الشغل مع بعض. بناء على رئيس الفريق دكتور هشام سلام كان بيقسم الشغل ما بيننا على حسب مهارات كل واحدة فينا. انا يمكن كانت مهارتي شويه ان انا اقدر اشتغل في الاماكن الضيقه ما بين الاليمنتس وبعضها. لو حضراتكم شفتوا البحث هنلاقي ان الاليمنتس كلها كانت تقريبا فوق بعض او قريبه جدا من بعض،
وعلشان نشتغل ونخرجها من الأرض كنا لازم نحفر حاجة زي الخنادق كده رأسيا علشان نفصل الإليمنتس من بعض. فعلشان نحفر الجزء ده لازم نكون بدقة قوي وبحرص شديد جدا علشان ما أذيش العظمة اللي أنا بتعامل معاها وما كسرهاش. فيمكن ده كان أكتر حاجة اشتغلت فيها، إن أنا أحفر التانيلز دي بالراحة جدا وكيرفول قوي وأنا بشتغل علشان ما أذيش العظم. يمكن هي مش شغلانة حلوة، بس هو دي أكتر حاجة إن أنا اشتغلتها في شغل المنصورة سورس. والمميز في فريق البحث أن غالبية الباحثات هن نساء، وهذا ربما ما جلب اهتمام أيضا الإعلام الدولي لهذا الفريق. كيف كانت هذه التجربة، تجربة السفر نحو الصحراء والبقاء لمدة 3 أسابيع في رحلة بحث عن هذا الديناصور؟ والله هي كانت تجربة رائعة. أنا طلعت أكتر من 30 رحلة لحد دلوقتي في صحاري مصر كلها، بشتغل على الحفريات الفقرية، بس ما فيش رحلة لحد دلوقتي لو حد سألني هي المنصورة سورس هي أحلى رحلة بالنسبة لي. أولا إحنا الـ4 بنات الفريق اللي اتشاف إحنا أصحاب بره الشغل أصلا، وأصحاب لأن إحنا كلنا بندرس حفريات فقرية، فأصحاب في الشغل وأصحاب بره الشغل وتقريبا سننا متقارب. فكنا بالإضافة إلى إن إحنا فعلا كنا متحمسين للي إحنا بنعمله ومؤمنين بأهميته، وعارفين إن إحنا من لحظة الاكتشاف وإحنا عارفين إن إحنا البيبر دي إن شاء الله هتتنشر في مجلة يا النيتشر يا في الساينس، مش أقل من المجلتين دول، وده اللي حصل فعلا، قدرنا إن إحنا ننشرها في النيتشر. طيب لماذا تأخرتم في الإعلان عن هذا الاكتشاف؟ لماذا يعني 4 5 سنوات قبل أن يسمع العالم عن منصورة سوروس؟ لما لقيناه في 2000 ما ينفعش اقول حاجه في العلم بدون ما اوثقها بورقه بحثيه تكون موثقه علميا. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها العلماء في كل انحاء العالم وفي كل فروع العلم. ليه اتاخر الاعلان عن المنصوره سورس او خد فتره الدراسه دي؟ اولا مرحله اعداد المنصوره سورس اصلا للدراسه مرحله بنسميها مرحله البريباريشن، ان انا انضف بقى العظم اللي انا جبته من كل الصخور اللي حواليه نتيجه لان حاله العظام ما كانتش كويسه قوي، دي خدت اكتر من السنه بس شغل. تاني حاجه مرحله علشان نقارنه بقى بكل العينات الموجوده عندي في الميوزيمز المختلفه في اوروبا وامريكا الجنوبيه واسيا والهند ومغشقر، دي خدت وقت كبير 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 قوي، يعني علشان تقدري تقولي ان انت عندك جنس ونوع وتسميه بقى منصوره سورس شاهيني، ده اللي خد الفتره دي كلها. تاني حاجه كتابه البحث علشان تكتبي في النيتشر مش بتكتبي في اي مجله، ده هم ليهم قواعد صارمه وطرق وطريقه معينه لكتابه البحث، دي بتاخد منك مجهود قوي قوي، فمرحله الكتابه دي خدت فتره طويله جدا علشان البحث يخرج بالطريقه اللي هو منشور عليها. نعم. طيب أستاذة سناء، ما هي بالنسبة للإمكانيات؟ يعني من الصور لاحظنا أن الإمكانيات المتوفرة لديكم مثلا الخيم كانت بسيطة جدا، ألا يحظى أو لا تحظى فرق البحث في هذا المجال تحديدا في مصر بالدعم الكافي؟ هو مركز جامعة المنصورة للأحفاد الفقرية هو المركز الوحيد في مصر وفي الشرق الأوسط اللي بيدرس حفريات فقرية، فاحنا ما فيش حد غيرنا بيشتغل في الحفريات الفقرية. الإمكانيات المتوفرة لينا طبعا هي إمكانيات قليلة جدا جدا جدا. احنا كان تنقصنا عربية، احنا طلعنا من ضمن العربية اللي طلعت معانا، طلعنا بعربية ملاكي، لأن ما ينفعش تدخلي الجبل بعربية واحدة بس تبقى هي اللي معاكي، عشان لو باظت تبقى انت في مأزق كبير جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي أخرت الإعلان عن المنصورة سورس الفترة دي هي الإمكانيات. إحنا لو عندنا إمكانيات أحسن من كده كنا ممكن ننجز الشغل بطريقة أسرع من كده شوية. الدعم المتوفر لينا هو دعم قليل جدا جدا جدا، بس الواحد من ضمن الحاجات برضو اللي بيخلي الواحد فخور إن هو بأقل الإمكانيات اللي هو اشتغل بيها قدر يعمل حاجة زي كده، ولو الإمكانيات موجودة أكتر أكيد نعم. هنعمل أكتر، أكيد هيبقى في أكتر من نيتشر إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذة سناء سيد. شكرا لحضرتك.